بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنتناول lesson 3-4 أو الدرس الثالث والرابع من unit 9 من الوحدة التاسعة معانا من كتاب جيم student book pages 26-28 الورك بوك pages 86-87. وإن شاء الله أوعدكم إن شاء الله نشتغل كتاب المعاصر نفس اليونت برضو عشان اللي طالبين يونت 9 من كتاب المعاصر في خلال هذا الأسبوع إن شاء الله ننزلها، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طبعا بنبدأ بالفوكاب أو الكلمات، وزي ما احنا شايفين الكلمات كلها خاصة ب الموسيقال انسترومنتس اللي هي الآلات الموسيقية، من عنوان كده مع بعض ميوزيكال انسترومنتس. ميوزيكال يعني موسيقي، انسترومنتس يعني آلات، ميوزيكال انسترومنتس يعني الآلات الموسيقية. ميوزيكال ميوزيكال انسترومنتس، تشيلو تشيلو اللي هي آلة التشيلو اللي احنا شايفينها معانا في البيكتشر. تشيلو تشيلو يعني آلة التشيلو. كلارينت كلارينت يعني آلة الكلارينيت. كلارينت كلارينت يعني آلة الكلارينيت. فلوت فلوت اللي هو آلة الفلوت أو المزمار. فلوت فلوت اللي هي آلة المزمار اللي هو يطلق عليها فلوت. بيانو بيانو اللي هو البيانو. بيانو اللي هو البيانو. ترومبون ترومبون يعني اللي هو آلة الترومبون. ترومبون ترومبون آلة الترومبون. ترومبيت ترومبيت اللي هو آلة البوق. ترومبيت ترومبيت. فايلين فايلين اللي هو آلة الكمان. فايلين فايلين. مرة تانية الآلات الموسيقية مع بعض، تشيلو تشيلو، كلارينت كلارينت، فلوت فلوت، بيانو بيانو، ترومبون ترومبون طبعا الترومبون. ترومبيت ترومبيت، فايولين فايولين. بالنسبة لباقي الكلمات الدرس، Arabic music Arabic music يعني الموسيقى العربية. Arabic music. Blind blind يعني أعمى، means can't see. طبعا blind means can't see يعني لا يستطيع أن يرى. Classical classical يعني كلاسيكي. Classical classical الكلاسيكي. deaf deaf يعني أصم، means can't hear. can't hear يعني لا يستطيع أن يسمع. يبقى deaf deaf. disabled disabled معاق. disabled معاق means a part of his body can't use it. a part of his body can't use it يعني ما بيستخدمش جزء من جسمه. disabled. international international يعني عالمي. international. musician musician يعني موسيقار اللي هو العازف. musician musician أو شيء موسيقي. musician. orchestra orchestra اللي هي الأوركسترا. orchestra. public transport public transport يعني المواصلات العامة. public transport. radio reporter radio reporter يعني مراسل إذاعي. radio reporter. radio report radio report يعني تقرير إذاعي. radio report. skill skill يعني مهارة. special special يعني مميز أو خاص. special. surprising surprising يعني مدهش أو مفاجئ. surprising. character character يعني شخصية. character. cry cry يعني يبكي أو يصرخ. cry. hide hide يعني يخفي أو يخبئ. hug hug يعني يعانق. hug. newspaper newspaper يعني جريدة أو صحيفة. newspaper. painter painter اللي هو الرسام. painter. proud proud يعني فخور، وبيجي مع حرف الجر of. proud of يعني فخور بي. relationship relationship يعني علاقة. relationship. reply reply يعني يرد. reply. rival rival يعني منافس. rival
rival يعني منافس أو ند، ند أو منافس rival. strange، strange يعني غريب، strange يعني شيء غريب، جاي منها كلمة stranger يعني شخص غريب. stranger a person who is stranger يعني we don't know يعني شخص ما نعرفوش. stranger يبقى strange غريب، stranger ال person الشخص الغريب. wonder، wonder يعني يتساءل أو يتعجب. wonder ناخد بالنا، wonder يتساءل أو يتعجب بالأو wonder، ولكن لو قلنا wonder w-a-n-d-e-r معناها يتجول، wonder بالA يعني يتجول، أما wonder بالO معناها يتساءل. wonder means go around a city يعني يتجول حول أو يمشي في المدينة، لكن wonder means هنا ask يعني يسأل أو astonish يعني يتعجب. wonder يتساءل أو يتعجب، ناخد بالنا من الفرق منهم. all day طول اليوم، all day all day طوال اليوم all day. prial، prial طريقة prial للمكفوفين اسمها prial. concert، concert يعني حفلة موسيقية. concert France، France اللي هي فرنسا. Frenchman، Frenchman يعني رجل فرنسي. imagine، imagine يتخيل. interview، interview يعني مقابلة شخصية. interview. invent، invent يعني يخترع. object، object يعني شيء. عمان، عمان اللي هي دولة عمان. person، person يعني شخص. recently، recently يعني حديثا. recently traffic light، traffic light يعني إشارات المرور. traffic light. wheelchair، wheelchair يعني كرسي متحرك. behind، behind يعني خلفه. guess، guess يعني يخمن. living room، living room يعني حجرة المعيشة. living room. story، story قصة. writer، writer يعني كاتب. writer يعني كاتب، بتساوي كلمة اسمها author، author برضو معناها كاتب. author يعني مؤلف أو كاتب، يبقى كلمة writer، writer جاء من الفعل write، الفعل write يعني يكتب. write جاي منها كلمة writer يعني كاتب. author يعني مؤلف، author يعني مؤلف، author. بالنسبة للexpressions أو التعبيرات ناخد بالنا. become blind، become blind يعني أصبح عميم، أعمى. become blind أصبح أعمى. have difficulties، have difficulties يبقى difficulties بيجي معاها have. in the 1820s، in the 1820s طبعا عشان في هنا s يبقى حطينا ذا قبل ذا، لكن لو قلنا ان اقول ان على طول، ان من غير الذا نقول ان. ان 1820 ناخد بالنا من الفرق. عندنا هنا الاكسبريشن in 1820، in 1820 يعني في عام، في عام 1820. in 1820 ولكن عندنا هنا in the 1820s، الذا عشان في اس اللي هو بيقصد بها عقد اللي هو العشر سنوات، يبقى هنا معناها من 1820 ل 1829 يعني عقد الايه العشر سنوات، لكن عندنا ان وسنه مباشره. اما في اس يبقى في ذا. بلاي كونسرتس، بلاي كونسرتس يعني يعزف في حفلات موسيقيه. بلاي كونسرتس. ميك نوتس يدور ملاحظات. ميك نوتس. بلاي ميوزك يعزف موسيقى. بلاي هنا معناه يعزف مش معناه يلعب، لما تيجي مع الالات الموسيقيه معناها يعزف. read music يقرأ الموسيقى. read music. النور، ذا النور والأمل. chamber orchestra يعني فرقة أوركسترا للنور والأمل. ذا النور والأمل chamber orchestra. do something well عارفين إن do بتيجي مع أي حاجة فيها thing، something in a thing، thing الواحدة بيجي معها do. give a hug يعني يعطي عناقا أو يحتضن شخص. give a hug.
give a hug. listen carefully. listen carefully يعني استمع بعناية. listen carefully. swap rules. swap rules يتبادل الأدوار بتساوي take turns. swap take turns يعني يتناوب الأدوار. take turns أو swap rules معناها يتناوب الأدوار. مرة تانية swap rules. swap rules يعني يتناوب الأدوار. take turns. take turns. بالنسبة لـ prepositions وحروف الجر a special kind of. a special kind of يعني نوع خاص من. a special kind of. a special school for ناخد بالنا من حرف الجر for هنا. a special school for يعني مدرسة خاصة لي. for example. for example على سبيل المثال in a wheelchair. in a wheelchair يعني في كرسي أو على كرسي متحرك. in وليس on. in a wheelchair. on public transport. on public transport في المواصلات العامة. on public transport. on the floor. on the floor يعني على الأرضية. on the floor. on the street. on the street يعني في الشارع. shout at. shout at يعني يصيح في وجه. shout at with hands. with hands يعني باستخدام الأيدي. with hands at the end. at the end يعني في النهاية. at the end. come into. come into يعني يدخل. jump up. jump up يعني يقفز لأعلى. jump up. through down. through down يعني يرمي لأسفل. through down. through down يعني يرمي لأسفل. leave. left. left. leave. left. left يعني يغادر. leave. left. left. fall. feel. fallen. fall. feel. fallen. fall يعني يقع. fall. fall. feel. fallen. fall. feel. fallen. hide. hid. hidden. hide. hid. hidden يعني يخفي أو يخبئ. hide. hid. hidden. heart. hurt. heart. 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 heart يعني يصيب أو يؤلم. sit. sat. sat. sit down. sat down. sat down. through. through. thrown. through. through. thrown يعني يرمي. through. through. thrown. طيب نيجي لي definitions. عندنا التعريفات. blind. blind means not able to see. مرة تانية blind means not able to see. deaf not able to hear. not able to hear يعني لا يستطيع الاستماع. hear طبعا شايفين كده ال EA وال EA أي حقول خاصة بحاسة الأذن اللي هي air. يبقى deaف hear air والله خاصين بحاسة مين الأذن. deaf not able to hear. disabled يعني معاق. not able to use parts of the body. not able يعني غير قادر. to use parts of the body يعني أجزاء من جسمه. in the way other people can في نفس الشكل أو الطريقة اللي ممكن غيره يستطيع. not able to use parts of the body in the way other people can. in the way other people can. بالنسبة للنوتس عندنا ناخد بالنا ان الادجكتيفز المنتهية ب اي ان جي بمعناها او بتدل على ان ايه ده كوز يعني سبب بيسبب الصفة. اما الصفات المنتهية ب اي دي معناها فيلينج شعور. يبقى دي عند وصف مسبب الصفة للاخرين اي ان جي. اما الاي دي للفيلينج يعني ممكن نطلق على الاي ان جي كوز. الاي ان جي بنسميها كوز يعني سبب بتسبب الصفة. ولكن عندنا الاي دي بنسميها فيلينج يعني شعور. feeling يعني شعور. لما أقول مثلا زي المثال اللي قدامنا the lion is standing in front of the goats. الأسد جالس أمام الجوتس. the lion is frightening. the lion is frightening and the goats are frightened. the lion is frightening. الأسد مخيف يبقى بيسبب الشعور بالخوف. and the goats are frightened ولكن العنزة are frightened يعني بتشعر بالخوف. يبقى مرة تانية the lion is standing in front of the goats. الأسد واقف أمام العنز أو المعز. the lion is frightening. يبقى ال-ing
إيه بيسبب الخوف، بيسبب الخوف أو بيسبب صفات الخوف. The lion is frightening، يعني الأسد مخيف. And the goats are frightened، والعنزة خائفة. يبقى هنا ده feeling، بتشعر بالخوف، أما ده بيسبب إيه؟ الشعور بالخوف. The boys are wearing masks، الأولاد مرتديين ماسكس. ماسكس يعني إيه؟ يعني قناع. In front of the girls، أمام البنات. The boys are frightening، الأولاد لابسين الأقنعة فهم frightening يعني بيخوفهم، مخيفين. And the girls are frightened، والبنات frightened يعني خائفة. For example، مثال تاني. منى is tired، she went to sleep. منى is tired، يعني منى تعبانة. So لذلك she went to sleep، عشان كده راحت تنام، هي تعبانة راحت تنام. يبقى هنا بتشعر بالتعب، يبقى هنا feeling شعورها بالتعب فراحت تنام. لكن نفس الجملة، منى is tiring her mother hits her all the time. لو جينا نشوف هنا، منى is tiring، يعني منى بنت متعبة. her mother، مامتها hits her، بتضربها طول الوقت لأنها بنت إيه؟ متعبة. يبقى عندنا هنا منى is tired، منى تعبانة لذلك راحت تنام، بتشعر بالتعب. لكن منى is stunning هنا بتسبب التعب للآخرين. her mother hits her، يعني مامتها hits her، بتضربها all the time، طول الوقت، عشان هي إيه؟ بنت متعبة. يبقى هنا ال ing cause يعني بيسبب، أما ال ed feeling. The piano, the violin, the cello, the flute، الآلات الموسيقية بتسبق بذا، الآلات الموسيقية بتسبق بذا، خصوصا مع الأفعال play يعني يعزف، أو play for example play، ممكن أقول برضو listen to the piano، ممكن أقول practice يعني يمارس، practice ممكن نقول مثلا learn the piano بيتعلم، ممكن أقول teach the piano بيدرس الآلات الموسيقية. يبقى play the piano، listen to the piano، practice the piano، learn. يبقى الآلات الموسيقية بتسبق بحرف الجر، بتسبق بإيه؟ بآلات التعريف ذا، ولكن بغرض إن أنا بسمع أو بعزف أو بتمرن أو بدرسها. ولكن لو دلت على شراء أو ملكية أو أماكن وجود، بيجي معاه الإيه والآن. مرة تانية، لو دلت على شراءها، شيء بنشتريه أو بنمتلكه أو أماكن وجودها، بنجيب معاه الإيه أو الآن. يعني مول my father bought me a piano، اشترى لي بيانو. my father bought me a piano. ممكن أقول مثال تاني، I have a cello، يعني أنا عندي cello. for example، ممكن أقول مثال على وجودها، There is a drum، يعني طبلة. There is a drum by the door، يعني بجوار الباب. طبعا هنا زي ما احنا شايفين الآلات الموسيقية، بيجي معاها ذا. لو قلت play the piano، listen to the piano، practice the piano، learn the piano، teach the piano. ولكن لو دلت على شراء أو ملكية أو أماكن وجود، بيجي معاها الإيه والآن. I have a piano، I buy a piano، there is a piano. يبقى هنا شراء، ملكية، وجود. بالنسبة لكلمة several و private، several يعني مميز أو خاص لفئة من الناس ولكن ليست ملك لهم، يعني خاصة أو مميزة لهم. لكن private معناه خاص، ذو ملكية خاصة، يعني إيه؟ شخص فقط بيمتلك الشيء. He goes to a special school for the blind. He goes to a special school for the blind، يعني راح ذهب لمدرسة للمكفوفين خاصة.
يبقى هنا بتخص فئة من الناس وليست ملك إيه لهم، تخص لفئة من الناس أو خاصة أو مميزة لفئة من الناس وليست ملكا لهم. أما لو ملك للشخص بنقول على private. That's my private Facebook account. That's my private يعني ده حسابي الخاص على الفيسبوك. I met many space people. I met many interesting people ولا interested. طبعا interesting أنا قابلت ناس شيقة، طبعا هنا اللي بيسببوا الصفة. I saw a float that I wanted to buy. I saw a float هنا a float. She is learning how to play that cello. Learn the قلنا learn practice teach طبعا play practice learn بيجي معاهم the. بالنسبة للرايتنج هنتعلم how to write about someone you are proud of. My father is a person I am proud of. For example, he is نكتب عمره, he is وظيفته, he spends his free time in كذا, he is excellent. طب نشوف مثال كده. A person you are proud of. A person you are proud of يعني أنت شخص معجب به. على سبيل المثال, of all my family من كل أفراد أسرتي, my mother is the person I am proud of most. My mother is the person I am proud of most. أنا معجبة بيها جدا. She is معنى هنا very. She is in her 40s يعني في الأربعينيات. She looks much younger than her age يعني يبدو أنها أصغر من سنها. With short hair شعر قصير and a beautiful face ووجه جميل. At work في العمل she is respected في العمل هي محترمة and admired by all of her friends وطبعا كل أصدقائها معجبين بها. Furthermore, she is a very good cook. بالإضافة لذلك هي طباخة جيدة جدا. I am really proud of her. أنا فعلا فخور بها. She often spends her free time cooking delicious dishes for us. يعني بتقضي وقت فراغها بتعمل لنا أطباق لذيذة. Which makes everyone in my family happy. بتخلي كل واحد في الأسرة سعيد. What's more, في أكتر من كده. My mother is an excellent advisor. يعني هي ناصحة ماهرة. She often gives me suggestion بتقدم لي اقتراحات and a lot of advice والكثير من النصيحة to help me with my problems تساعدني في حل مشكلاتي. She isn't only my mother but she is also my good example to follow. هي ليست فقط my mother أمي ولكن مثال وقدوة to follow إن أنا أتبعها. For all these reasons لكل هذه الأسباب I always love and take pride in my mother. أنا دايما بحب وبفتخر وبكون فخور بإيه بمامتي. طبعا ده باراجراف جميل جدا عن my mother. ممكن اعمل باراجراف عن my hero وان شاء الله ده موجود عندنا على القناة واسلوب ابسط وبسيط جدا. بالنسبة للليسننج عندنا listen to a radio report يعني تقرير اذاعي about the نور الامل chamber orchestra. What's special about the orchestra الخاصة عنها. radio reporter المجموعة radio reporter. Today I'm visiting a very special school. أنا زرت مدرسة special خاصة in Cairo في القاهرة. This is a musical school for girls. This is a musical school for girls. يعني مدرسة موسيقى خاصة بالجيرلز البنات. All the students كل التلاميذ study their normal subject بيدرسوا نفس المواد أو المواد المعتادة in the morning في الصباح and then practice their instruments and then practice وبيمارسوا الانسترومنتس الآلات الموسيقية in the afternoon في الظهيرة. Many of the students الكثير من الطلاب at this school join an orchestra called the نور والأمل Chamber Orchestra بيلتحقوا بفرقة النور والأمل الموسيقية. This orchestra هذه الفرقة العازفين plays concerts بيعزفوا في الحفلات in Australia في أستراليا, Germany ألمانيا, China اللي هي الصين and all around the world وكل أنحاء العالم. What's most special about the school الخاص أو المميز عن هذه المدرسة. What's the most أو what's most special. What's most special about the school and the orchestra is that all the students كل التلاميذ here are blind
كل التلاميذ اللي موجودين فيها blind يعني مكفوفين. The orchestra plays international classical and Arabic music. الفرقة الموسيقية دي بتعزف الموسيقى العالمية أو الكلاسيكية العالمية and Arabic music والموسيقى العربية. All the students learn to read the music using braille. كلهم بيعزفهم باستخدام أو بيقرأوا الموسيقى read the music using braille باستخدام طريقة braille. A type of reading طريقة للقراءة. You can do with your hands ممكن تمارسها بإيديك. Then they have to remember the music وبعدين لابد أنهم يتذكروا الموسيقى. Because they can read and play at the same time. They can read and play يعني يقرأوا ويعزفوا في نفس الوقت. Let's go to meet some of the musicians. تعالوا مع بعض نقابل بعض من الميوزيشنز اللي هم الموسيقى اللي هم العازفين. Listen and choose the correct words. هنستمع النور والأمل. النور والأمل Chamber Orchestra is at a school for blind. النور والأمل Chamber Orchestra is at a school for ناخد بالنا من حرف الجر for blind girls إن كانوا لبنات مكفوفين في القاهرة. إيمان بدر منهم إيمان بدر is one of the musicians واحدة من هؤلاء الموسيقيين. She is able to play the violin استطاعت إنها able to play the violin تعزف على الفيولين very well يعني جدا. She started playing when she was 6 بدأت تعزف وهي عندها 6 سنوات. She started playing when she was 6 إيمان became blind when she was 2 years old إيمان أصبحت كفيفة منذ أن كان عمرها سنتين. She likes playing in the orchestra. حبت تعزف في الحفلة الموسيقية because she loves music لأنها بتحب الموسيقى. Because she loves music and being with her friends وكونها مع أصدقائها. Recently she visited عمان وحديثا أو مؤخرا هي زارت عمان and France وفرنسا with the orchestra مع الفرقة الموسيقية I think orchestra is amazing. أعتقد أن الأوركسترا دي amazing يعني رائعة. It must be very difficult to read music. صعب جدا أن أنت تقرأ الموسيقى with your hands بإيدك and then remember it وتتذكرها. I'd like to go to one of their concerts. أحب أروح لأحد هذه الحفلات الموسيقية. What musical instrument does Iman play? طبعا الفيولين. When did Iman become blind? طبعا قالينا امتى تبقى كانت blind when she was 2 لما كان عمرها كام 2 يعني سنتين. بالنسبة للايف سكيلز عندنا طبعا هنا try to help disabled حاول ان انت تساعد disabled يعني شخص معاق. People by remembering the problems that they can have المشكلات اللي ممكن يعاني منها. Take the thing that you think will help a disabled person يعني الأشياء اللي ممكن تساعد بها الشخص اللي هو المعاق. Don't leave bags on the floor on public transport. ما تسيبش طبعا حقائب في طريقه. Tell a blind person about this object. اخبره عن الأشياء in the street. Shout at a person if you think they can't hear you. اصرخ على شخص مش سامعك. Ask a person in a wheelchair if they need help. اسأل شخص راكب يعني في الكرسي متحرك ان هو لو محتاج مساعدة ممكن تساعده. اي طبعا skills من دول ممكن نعمل عليها صح. بالنسبة للليسنينج برضو عندنا story about little woman يعني قصة سيدة صغيرة by Louisa May Alcott. Macbeth and Amy were whistling when Jo came into the room with a newspaper. She sat down and started to read. طبعا ميج وباس وإيمي قاعدين يخيطهم لما دخلت عليهم جو وبتقرأ جريدة فبتقول لهم ايه anything interesting
ask ابنك في حاجة مسلية أو في حاجة كويسة، قلت لها oh only a story، قصة فقط. جو replied، جو ردت عليها what's it called، اسمها ايه. asked Beth، she wondered، يعني تساءلت وتعجبت. why Joe was hiding behind the newspaper، why Joe، لجو اختبأت خلف الجريدة. it's called the rival painters، rival يعني المنافس، painters الرسامة المنافسين أو الرسامين المنافسين. Why don't you read it to us؟ ليه انت ما قرأتها لناش؟ asked Amy. Jo started to read it very quickly، بدأت تقرأها بسرعة. The girls listened carefully، البنات بدأوا يسمعوا بحرص. The story was very sad، القصة كانت حزينة جدا. I liked it، أنا حبتها. said Meg at the end، في النهاية. She was crying a little، يعني بكت قليلا. Isn't it strange that the characters are called two of our favorite names، يعني الشخصيات اللي فيها مش يعني مش مندهشة، أو من الغريب إن الشخصيات اللي موجودة في القصة اسمين مننا. بث سو جوزفيس، بث رأت وجه جو. هو روت ذا ستوري، من اللي ألف القصة؟ شي أسكت. جو جامبت أب، جو قفزت. ثرو ذا بيبر، وقامت رمية الجريدة داون. أنسد يور سيستر، أختك اللي ألفتها. يو شاوتد ميج، أنتي. You shouted me. It's very good، يعني كويس جدا. said Amy. I knew it، أنا عرفت. I knew it، أنا عرفت. Oh I am so proud، يعني أنا مبسوطة جدا. said Beth hugging her sister، واحتضنت أختها. Why do you think that Jo reads the story before she tells them she wrote it؟ ليه طبعا؟ because ليه هي قرأتها الأول؟ to know what is in، يعني عشان تعرف ايه اللي موجود في القصة. why does Beth say she is proud، ليه هي قالت ان هي فخورة. because her sister wrote it، لان اختها اللي ألفت القصة، فطبعا هي proud يعني كانت فخورة. بالنسبة لأسئلة الفوكاب عندنا young people، الشباب الصغير، should have many space to be able to get a good job، المفروض يبقى عندهم ايه عشان يحصلوا على وظائف؟ طبعا skills. skills يعني مهارات، مهارات العمل اللي هي skills، لكن طبعا skills الأخيرة دي اللي هي الجمجمة. my brother likes to play in a good space with good musician، طبعا he plays the cello، طبعا أوركسترا اللي هي الفرقة الموسيقية، عايز يلعب أو عايز يعزف في فرقة موسيقية كويسة. he is blind، هو كفيف. so he goes to a space school for the blind، طبعا a special school، قلنا مدرسة خاصة يعني بتخص فئة معينة من الناس اسمها special، لكن private ملك الشخص. he had a terrible accident، يعني عانى من حادثة فظيعة. last month، الشهر الماضي. and it left him وديتي، خلته ايه disabled يعني معاق، يبقى الحادثة أصابته بالإعاقة. we went to a big party، ذهبنا لحفل كبير. last night and we found it space it was cool، وجدنا ان هو ايه كان cool. surprising مدهش، boring ممل، terrible يعني فظيع، horrible يعني فظيع برضو. طبعا الجملة تاني we went to a big party، يعني ذهبنا لحفلة كبيرة. we went to a big party، we went to a big party، رحنا حفلة كبيرة. last night and we found، وجدنا it is best it was cool. cool يعني هنا رائعة، cool معناها wonderful، يبقى هنا ايه surprising. رضا likes music، he wants to be a musician، بحب الموسيقى يبقى عايز يبقى musician يعني موسيقار. a space person is the person who can't hear، اللي ما بيسمعش بنسميه deaf يعني can't hear. my little sister always space، my father hug يعني حضن. when she sees him، لما بتشوفه. طبعا gives my father a hug، give a hug يعني يحتضن، يبقى my little sister always gives my father a hug، يعني بتحتضن والدي. my brother always spills my things and I can't find them، my brother أخويا دايما بيخبي أشياء. my brother always hits appears disappears يظهر hides، يعني طبعا هنا hides يعني بيخفي الأشياء بتاعتي. my grandfather likes
listening to songs by أم كلثوم. He likes her classical music. طبعا أم كلثوم دي موسيقى كلاسيكية. النور والأمل chamber orchestra is piece concerts around. طبعا هنا بلايز بيعزفوا موسيقى. بلايز orchestra. When I bought my son a mobile. لما اشتريت لأخويا موبايل. He jumped down over into up. طبعا jump up. Jump up يعني قفز. My teacher asked me to space notes of the important ones. To take notes. Take notes يعني دون ملاحظات. My father is a good man and I am so proud of him. ولا be his son to be his son. بدل عندنا فعل يبقى to. لو ما فيش فعل يبقى of. يبقى نختار ايه؟ to. يبقى في عندنا فعل to. لكن لو ما فيش فعل نقول of his son على طول. بالنسبة للأسئلة عندنا listen and choose the correct answer from A, B, C or D. Number طبعا هنا بنسمع الأسئلة. Braille. When was Braille born? How old was he when he became blind? How old was Braille when he invented the system? How did he became blind? لو جينا نسمع Braille was born in 1809. He had an accident when he was three years old and became blind. He had an accident when he was 3 years old and became blind. When he was 15 years old, he invented the system Braille system and helped the deaf and blind people who can't see. Number one, when was Braille born? طبعا هنا قال لنا in 1809. يبقى letter C. Number two, how was blind when he was become blind? طبعا هنا كان عمره كام؟ قال لنا 3 years. How old was when he invented the system? He was 15. How did he become blind? إزاي أصبح كفيف؟ As he had an accident. يعني أصيب بحادث. بالنسبة لي number 2 choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. Space transport is very busy. طبعا هنا special يعني خاص بفئة معينة. Private, ملكي. General عام. Public اسمها public transport. يعني وسائل المواصلات العامة. Public transport. Mr. Idle didn't let me come space the class because I wasn't come into the class. يعني أدخل الفصل لأن أنا متأخر. The disabled المعاق can use space to be able to move. بيستخدم عشان يتحرك. Wheelchairs, armchairs, wheels. طبعا هنا wheelchairs اللي هي الكرسي بالعجل. This piece is my favorite. Musical instrument. طبعا الآلة الموسيقية المهمة. طبعا الترومبون. اللي هو آلة الترومبون. I have a good space with my friends. I have a good relationship. يعني علاقة. أنا عندي علاقة كويسة بأصدقائي. When you talk to an older person, don't shout at. Shout بيجي مع حرف الجر at. Shout at him. My brother is a radio reporter and he does space with famous people interviews. يعني interviews يعني مقابلات. بيقيم مقابلات مع ال people الناس. Interviews. Are you space swim? Are you able to? قلنا are you able to. Are you بيجي معاه am is are able to. My uncle can speak. الفعل في المصدر. My uncle can speak. منى answer the phone. منى can answer the phone because she is too busy. لأنها مشغولة. طبعا كان لأ. Isn't able. ما ينفعش من غير to. Knows how. من غير. ما ينفعش من غير إيه. من غير برضو to. يبقى مين. Can't. Complete the sentences with words of the correct words of the verbs. You know how to play an instrument. طبعا ده سؤال. يبقى do you know. بدل سؤال يبقى do you know. Do you know. Number 2. Okay, I can try to write. Try. T-R-Y. طبعا can بيجي معاه المصدر. Which musical instrument you play. طبعا هنا which musical instrument can you play. Can you play. بالنسبة لي
Number four, Manar is based not know how to write a script. Manar doesn't know. Doesn't know. قلنا هنا no don't أو doesn't. يبقى هنا Manar doesn't. Manar doesn't know. Manar doesn't know how to write a script. Manar مش عارفة تكتب السيناريو. وطبعا هنا write an email of 90 words to your friend Basmala to tell her about the person you like most. طبعا ده عن البيرسون او الهيرو. طبعا ده ممكن نجيبه من على القناة. ومن هنا وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا. اتمنى التوفيق والنجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.